معايا الأستاذ أحمد حافظ، رئيس قسم التعليم ببوابة الأهرام. أهلا بك يا أستاذ أحمد في 90 دقيقة. أهلا دكتورة، ازي حضرتك؟ شاومينج بتحارب الوزارة في كل امتحان، ايه اللي تمام. بيحصل بقى على أرض الواقع؟ عايزين نفهم، هل هما بينجحوا في التسريب ده ولا الباركود منحهم؟ لا طبعا بينجحوا في التسريب، نعم، بينجحوا في التسريب طبعا. يعني انا بس اللي عايزك اللي انا عايز اقوله ان اللي بيتمسك ده مش العدد الحقيقي على فكره. يعني في ناس تانية أكتر؟ طبعا يا سلام. طبعا دكتوره، يعني انا بتكلم في عدد الامتحانات، الحاجات اللي اتمسكت لحد طب النهارده. تقريبا كده اللي مش بيتمسك حوالي قد إيه؟ بص، انا عندي معلومه موثقه ان اللي اتمسك على ارض الواقع يكاد يكون 5 6 اضعاف المعلن. 5 6 أضعاف المعلن، والكلمة اللي طبعا حضرتك بتقولها دي خطيرة جدا، هذه المعلومة لا خطيرة لا، جدا. بص يا دكتوره، يعني الوزاره لها حسابات تانية في اعلان العدد. على فكره الوزاره لها حسابات تانية في يعني اعلان العدد، بتقلل يعني؟ مش بتقلل. الوزاره ليها غرفه عمليات، ليها بتمسك هي الطلبه، وفي غرفه عمليات لكل مديريه على مستوى الجمهوريه، هي برضو بتمسك الطلبه. يعني الوزاره لو مسكت النهارده 3 طلاب، ممكن يجي لها 20 30 40 حاله من غرف العمليات اللي في المديريات نفسها. انا اعرف لجنه يا فندم بيتمسك فيها 18 طالب في يوم، ولكن العدد المعلن من الوزاره في البيان الرسمي كان 4. لا مش عارفة أقول إيه بصراحة، دي أرقام تخض اللي حضرتك بتقولها، يعني لا يا الناس فندم مركزة معلش، في التسريبات والغش. انا عندي واقع، يعني ان الطلبه كلها كان معاها موبايلات في الفصل اللي هم 20 طالب. إزاي طلبة تدخل الامتحان بالموبايل؟ مش فاهماها دي، ده مش بقى ممنوع؟ حضرتك طبعا ممنوع، ده تقصير متعمد من رئيس طب اللجنه، ما هو وتقصير لازم يبقى متعمد الامتحان يتسرب بقى، يعني ما احنا وتقصير. ما مستغربين بص، ليه؟ هم دول ما سربوش الامتحان، يعني الطلبه دي ما سربتش، هم هما كانوا استفادوا من بيعملوا اللي ايه اتسرب، بالموبايلات طيب؟ بيستقبلوا الاجابات حضرتك. الله الله بس الله على الحلاوة. انا بس عايز اكمل المعلومه كامله عشان بس الناس طب اتفضل تفكر. اتفضل اتفضل، انا ما بحبش اجتزئ الكلام، لا يعني انا هو ضد ده، فاتفضل حضرتك كمل كلامك من فضلك. ال 18 طالب اللي اتمسكوا في لجنه، واسمحي لي ما اقولش اسمها ولا مكانها، اوكي اتمسكوا وتصوروا فيديو صوت وصوره، والموبايلات اتسحبت منهم، وتم تحرير محاضر غش لل 18 طالب، وتم اقاله رئيس اللجنه وتحويل للمساءله القانونيه، وتم اقاله الاثنين الملاحظين وتحويلهم للمساءله القانونيه. يعني الطلبه دي من الاخر هتسقط السنه دي والسنه طب الجايه. محافظة ايه بس؟ احدى محافظات صعيد مصر. احدى محافظات صعيد مصر. يعني الطلبه دي هتسقط السنه دي والسنه الجايه، ورئيس اللجنه مش هيشتغل في الامتحانات ل 5 سنين قدام، ولا هو ولا الملاحظين اللي معاه، ولا الامن الاداري اللي واقف على اللجنه. والوزاره لا حساباتها فعلا. انا بتكلم على مجتمع عنده عصبيه، ان لما اقول لجنه كذا في مدرسه كذا كل طلابها ساقطين، انا اسف، انا كده بعرض حياه المراقبين فيها للخطر. عشان كده لا الوزاره اعلنت، واسمحي لي انا مش هقول اسمك، بس تم اتخاذ اجراء ضد الطلبه والملاحظين ورئيس اللجنه. طيب انا اسف. تمام، انا عندي وقعة تانية برضو عايزه اتكلم فيها. امتحان اتفضلي. الفيزياء، ماذا؟ هل فعلا احد واضعي الامتحانات هو اللي سربه؟ الوزاره قالت كده، يعني انا ازاي اخلي واحد المشاركين في وضع امتحان الثانويه العامه يكون استاذ وبيدي دروس ويسرب الامتحان؟ احنا كان على ايامنا بيبقى فيه يعني لجنه ملهاش اي علاقه بالتدريس، هي في الوزاره، فازاي مظبوط. اخلي استاذ يشارك في وضع امتحانات او الاسئله؟ هل كلامي صح؟ انا عايزه اصحح المعلومه، لان بقول لحضرتك انا لا بحب ادي معلومه خاطئه ولا بحب اجتزئ الكلام. اتفضل. بس يا فندم، مبدئيا اي حد بيشارك في وضع امتحان بيمضي اقرار على نفسه انه لا يشتغل في التدريس السنه دي، ولا يدي دروس خصوصيه، ولا يشارك في تاليف كتب خارجيه في الماده اللي هيشارك في وضعها. تمام، متفقين على كده. تمام. المدرس ده من البحيره، هو بالفعل شارك في وضع امتحان الفيزياء مع 4 5 تانيين من الوزاره، ولكن للاسف وهو اهتم اللي سرب يا استاذ احمد؟ لا هو ما سربش. امال مين؟
بص يا فندم، هو في احد المعلمين اسمه الاستاذ محمد الباسم، نشر على صفحته فيديوهات ان المعلم اسمه عين الف من البحيره، هو شارك في وضع الامتحان وكان بيدي دروس خصوصيه وسرب الامتحان سرب الامتحان للطلاب بتوعه. هو المعلم اللي فجر القضيه ده نشر اربع اسئله، نشر اربع اسئله، فالوزير شكل لجنه علشان تشوف في تطابق في الاربع اسئله اللي اتنشروا مع الامتحان الحقيقي، ما لقيتش فيه تطابق حرفي، لقيت فيه تطابق في افكار السؤال، في افكار الاسئله. طب ما هي ما هي برضه طريقه غش، برضه طريقه تسريب. طبعا طبعا. طب هو ليه، طب عايز اسال سؤال، هو ليه عمل في زميله كده؟ طيب هو يا فندم ليه عمل في زميله كده يعني؟ نشر هو عمل ليه؟ الصح يا دكتوره. طبعا انا مش ضد ده، هو عمل الصح زميله، بس هل في كواليس يعني للموضوع؟ لا مفيش كواليس خالص، بس يعني في الاخر الامتحان اتسرب صح، وان اللي بيقول اللي شارك في وضع الامتحان هو اللي سرب الاسئله. الامتحان يا دكتور مش عشان مش معلش، وانا هقول لحضرتك حاجه، هو مش لازم السؤال اديهولك زي ما هو، ممكن اديك بما معناه لكن الاجابه هتبقى واحده. لا صح؟ الاجابه مش واحده. امال هو جايب رسمه، جايب رسمه جايبها في الامتحان وجايبها لطلابه، ولكن الارقام اللي فيها كلها مختلفه، المعادله اللي تم استخدامها مختلفه. لكن لو كان في تطابق انا بقول لك الامتحان ده كان يتعاد. انا عتابي على الاستاذ محمد الباسل، وكتبت كده النهارده على صفحتي، حضرتك كنت تنشر جميع الاسئله اللي جات لك، ما ينفعش كل شويه تنقط الوزاره بسؤال. طب انا عندي اربع خمس اسئله، لا انا عندي 45، اطلع النيابه العامه ووزير التربيه والتعليم قول له 45 سؤال اهم. ايوه يا استاذ احمد، هو كده ميز الطلاب بتوعه اللي بيديهم دروس. معاكي حق، عرفهم الفكره. طبعا انا معاكي حق وانا متفق معاك. شكرا. بس الوزاره بقى عملت ايه يا استاذ احمد؟ الوزاره كانت بتحقق معاه النهارده، وبنسبه 90% هتحول نيابه عامه، هيتحاكم يعني. طيب انا بقى عايزه اسال حضرتك سؤال، هل حضرتك يعني انا شايفه انه الحقيقه يعني المعامله في طريقه الاسئله والامتحانات هي طريقه الحقيقه قاسيه جدا مع الطلبه؟ امتحان الفيزياء انت شايف انه كان في مستوى الطالب المتوسط ولا كان اعلى منه؟ واللي قبليه الكيمياء كان في اسئله، بص معظم قولي بصراحه. انا هقول لك بصراحه اهو، يلا الله بتتكلم عن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط ما عدا اربع خمس اسئله مستويات تفكير. طب هو الامتحان بيبقى فيه كام سؤال عشان يبقى عندي اربع خمس اسئله فوق مستوى الطالب المتوسط؟ امتحان فيه 46 سؤال. بعجزه؟ امتحان فيه 46 سؤال. 46 سؤال؟ طبعا في 30% اسئله بسيطه، 40. طب معلش، طب ليه كل الولاد طالعين بيشتكوا والاهالي بتشتكي والناس بتعيط يعني ليه الماساه؟ ليه الدراما اللي بنشوفها؟ لا لا لا، الشكوى العامه السنه دي من الكيمياء والتاريخ. الكيمياء كانت يعني انا اسف اللي حطها معقد نفسيا، يعني مش الكيمياء والفيزياء يعني يا استاذ احمد؟ لا 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 بالعكس، احنا حتى احنا كاعلاميين كاتبين ان الفيزياء تصالح طلاب العلم بعد الكيمياء، ولكن الدموع كلها كانت في الكيمياء والتاريخ. هم ادوا قلم لطلبه الادبي وادوا قلم لطلبه العلم بامانه يعني. عموما نتمنى ان الظواهر دي تنتهي، وكل التوفيق لطلبة الثانوية العامة. وبشكرك جدا أستاذ أحمد حافظ رئيس قسم التعليم ببوابة الأهرام. قلت يا جماعة وبقول وهفضل أقول، ما توتروش نفسكم، ركزوا في امتحاناتكم يا ولاد وعلى قد مجهودكم، والثانوية العامة مش آخر الدنيا، مفيش مشوار في الحياة بينتهي وانت عندك 17 سنة، انت لسه بتبدأ حياتك.